والسلام عليكم، مرحبا في حلقة جديدة وفريدة. وأهلا وسهلا. طبعا سويت شوي شغلات أنا وأنتم مش موجودين. أولها هذا بيكند برودكشن، هذا حق الجرين سيركت، هذا البرودكشن حق الريد سيركت، كل شيء قمنا حوله صناديق. الحين انتاج شوي شغلات بالروبوتات، يعني نطور الأمور. سويت الخط هذا very simple line، خط وايد بسيط، خط بسيط وجميل ولذيذ وحرامية ليتات. وشو الهدف؟ ننتج لنا صناديق وشغلات سمبل، يعني مش شغلات معقدة. بس شو اللي يبلهم ركوستر تشستي يبلهم كل شيء وهم ينتجون شو اللي نحن نباهني. بس شو بسوي؟ ابي احط سبيد مودلز اساس كلهم يبون شو. بس سبيد مودلز وهاي ما ينفعون، والله ما ينفع. خلنا نطلب اكثر، 200 ممكن ويبدون يبولهم. الحكم من هالشي انه وين ما نسير كن ننتج نفس الشيء، يعني مش ان محلاهم هم ينتجون. في هنا اقول هاتوا 500 عادي مو مشكلة، خلها ما يبون. لما ينتج هذا محتاج 200 اول تايم على طول. نشل البلو برنت نفسه وش نسوي فيه؟ نعقه تحت. بس شو هالمرة؟ ابا اسوي ريتشست. بس لازم يبنون هاي الاول، مع ان عندي سامون هني بس شكلهم تنحوا اليوم الروبوتات. لحظة تنحوا الروبوتات، لا تنحوا الخاطر. وايد عندي ترى اللوجيستكس يا جماعة، وايد يعني بشكل لا تتخيلونه. كم صندوق بالغلط ومبر، كم صندوق بالغلط ومرة طيبة. بنشل ترى عقب نفس القياس، فيه نفس القياس أمورة طيبة. شوفوا الحين بيبون لهم كل شيء يبونه، ونفس هذا الصناديق. ما حفظت البلو برنت انا، احسن ما نبغى. نيبه هني مده هذا، بس نسوي شو ازرق هني، وهذا نسوي اصفر. اكتب بروفايدر، اكتب بروفايدر لحين ما استعملت في الشبكة، ممكن بعدين. شوف القاعدة اللي تجي بيكون ترى كلها روبوتات، ما بنحط خطوط قدر الامكان. بنشوف كيف نشغل روبوتاتنا. حتى القطار الجديد اللي راح اسويه، الخطة ان القطار الجديد يكون شو، ما يكون عن ال 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 ما يكون اي بهني ونسوي سملتنج، لا يسوي سملتنج. وين بنسويه؟ نفس فكرة هذا صديقنا، وني بكل شيء داخل بشو، بصناديق. هسه صح شو اخبار في وايد، ليش ما قاعد يجيب اي شيء؟
السالفة؟ شو السالفة؟ اوكي بالنت الموب، انا اسف. لا 60 سكندز روح until time pass 60 سكند، توكل روح. اظني تم واقف وايد ثبت الكونفج مال الخط. الحين ها بيسوي لنا صندوق احمر، يبوا لك كل شيء، يبوا ليش ما يسوي شيء؟ سوري ستيل تشست حكم علي. ستيل تشست انا اسف، ما عليهم خسارة فيهم يعني، هاي امورهم طيبة، بيعبون 200 حبة من هايل وتمشي امورهم ترى. بعده مش كامل اصلا، بعده مش كامل. شوفوا الحين قام يتحركون عند روبوتات، ترى جدا يتحركون. انا من عرفتهم هم على نفس الحالة، والله النووي احسن منكم. هنا شو وضعهم؟ حلو يبنون كونستراكشن، ما قاعدين ترى نستعمل نفس ال كونستراكشن، حتى لو حصلت تسوي وايد. بس هني على شوي ترى يوم صار السؤال نعطيهم سبيد، نسرعهم شوي بس انه صعب يعني، اظن استوي جدام خلاص وضعها منتهي، هاي يبغالهم صيانة. وهاي شو وضعهم؟ مرة يشل 12 ما يتفهم. الكوستر ما نحتاج على كثر، ما يبو بعد ما ماشي نحتاج اصلا سيرترس. انزين ماشي سيرترس يبوله، الان نستعمل نفس التصميم، استعملناه كم من مرة. هذا يباله شو ركبوا هايل عندي في الشنطة انا، بس ما يتحركون الهروم شلب بس يفول. هذا بيسوي حقنا هاي تشاور ترى، تشوفه انا زين. جرين سيركت جير، يبقى جرين سيركت، يبقى جير، يبقى ايرون بليت. اوكي هذا اول دفع ما تسوي. شو وضع الكهرباء عندي؟ تعبان تعبان، كهربا جدا تعبانة. اوكي ممتاز، نشيل بعد غيرهم، نشيل الأحمر. السريع اوكي
نبدأ. نحط لهم مو بسرعة شيء في العالم، لكن حاليا زينين، حاليا كل شيء فيه عادي 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 عادي. صنع كل شيء منهم وفيهم، ما بكم هاي لنا. وقلنا سيركت بليت الأولي، قلنا سيركت بليت وانسرتر 400 مليون. ترى عندي مورد اكثر من مورد حق ال شو اسمه هاي هاشيبا بطران الخوي. زين هاتوا الانسرتر شيء هذا. الحين الانسرتر المهم اللي اصلا عندنا نقص عليه. عندي في شنطة بس خاطر اعرف ايش مشفرين هاي. رايت كليك 3 1 2 هذا يبقى ريد سيركت جرين سيركت جير والانسرتر الجديد. جير والانسرتر الجديد الفاست. شل الشوبينج كارت هاي خليها هني بس بكل بساطة فقط لا غير. نبغى هذا ينتج ولا هاي ينتجون بالأحرى. ونحن شو نسوي؟ نحن نستفيد من إنتاج حق المكان القاعدة. النواد استعملت أنا ستاك انسرترز أصلا وشوية يعني ويقدر يكفول الإنتاج. الحين هاي إنتاج المفروض ما يوقف ترى، لأن في أكثر من مصدر. بس ممكن ندبلهم بسهولة، ناخذ كلينة نعقى مكان، ناخذ كلينة نعقى مكان عادي. هم يتواصلون ما بينهم البين، خلاص عندنا ريكوستر عندنا كل شيء عندنا. يعني حتى ممكن نسوي بكتاب جديد نيو برنت بوك. زين اسمه روبوتس سيرسرز. ليش نسوي هذا؟ سيرترز باي روبوتس. اوكي وبك ندخل الكتاب هذا ونمسك اول بلو برنت. انتج الانسرتر نيبه هني دخل خلاص. بخصوص ما في مكان. اوكي انا اسف. بلو برنس اذا نفتحه حصل هاي شو يسوي؟ يلو انسرترز هذا يلو ني عقل لي عقبه نيو بلو برنت هذا بلو. نحطه وين؟ هني سوف في 2 نيو بلو فرنت
حاطيه هنا. اي والله والله قال لي امبتي. هذا ستاك. اوكي الحين ها استوى عندنا في ثلاثة، يلو ستاك انسيرتر يسوي وبلو انسيرتر عندنا. ايوه اكتبهم بتشي شلنا عقن وشتي. اوكي خلاص. ليش انا عندي نقص في الكهرباء كالعادة؟ شو الجديد؟ شوفوا كلهم انترسوا. هاي الايزي ترى. هذا الحين بيبدأ ينتج. تحسونه بطيء لكنه ترى سريع. كان حطي بيكن هني يسرع انتاج بس ما نبه. وين انسرتر؟ هذا فول، هذا فول، هذا يبيله. هذا اول مست فول مش فول بس فول ستاك. نحن الحين وايد قاعد نستعمل اصلا فراح يستهلك حتى مع الانتاج اللي موجود راح يستهلك ترى، فبيكون الانتاج شوي عليه عالي لان نبني شيء نسوي شيء. شوفوا هذه الطريقة البسيطة لاستعمال الروبوتات ترى، يعني هاي ابسط طريقة نستعمل الروبوتات فيها الانتاج. الانتاج والروبوتات الطريقة البسيطة هاي. في طرق شوي بندخل فيها نحن عقب، بس هاي مدخلها يعني. هاي هذه الانتري ليفل ولا نقطة البداية، على اساس ان نحن نبدأ نسوي شو انتاج بالروبوتات. طبعا شوي شوي راح نبدأ نسوي انتاج بالروبوتات اكثر واكثر واكثر. وهذا شو بيكن؟ البيكن اوريدي فل صح. خلنا نسوي البيكن لان بيكن تينا اوقات نستعمل الصراحة، وفي موارد يعني فليش ابخل. ليش ابخل في الموارد؟ هذا بيسوي لنا الحين ستاك انسيرترز بس راح يستهلك. حاليا هو قيد الاستهلاك نسوي حاليا. شو ما يسوي بيشلوه منا خلاص. انت بيرفورمانس فول، بس انت ليش متجمع انرجي؟ ليش ما يجمع انرجي؟ عندي مشكلة من هالناحية ترى. زين ابغى انتج كل شيء ثاني عندي قيد الانتاج ترى. المفروض هذا الموب ما تحتاج هذا كله على فكرة. مفروض والله خير العالمين. استوى حتى الكونكريت عندي في هذا موجود. شيء خاطر انا اسويه اصلا من زمان. خلنا نطلب كونكريت نفتك من هايل. ما باهم انتو، ما باكم ست الزلوريات ما عاد ينفعون خلاص. كله ما با ما با لازم فترة فترة افض الشنطة. ابا كونكريت انا بنبني في كونكريت. ودوز زبالة يمكن ما يهمني، انفكوني من هذه الزحمة اللي عندي. فكوني من الزحمة اللي عندي، هاي الزحمة ترى تذبح. بنبدأ جسمه انا بدي اشوي شوي تريو انتو تريو. بعد فترة بتراقونا ساكين سما في الموضوع.
ايوه الحين نحن شو نقدر نسوي؟ نحلي شكل الخريطة مثلا، نجيب كونكريت نبقى مثلا 400 زين، بيكن مو بقى دكلاين مو بقى خلاص، الحين ابغى كونكريت بس، لان الكونكريت لازم نسوي منه ممرات. خلاص استوى المصنع كبير ماشي ممرات ماشي مكان، افرض حد بيدخل مصنع ما يعرفه، خلاص ابغى اسوي ممرات ومكان مرتب بحيث انه وين كونكريت؟ ليش ما يطلع تحت؟ تحت تحت اباك انا، بحيث ان المكان كم استهلك كونكريت بير كليك انا؟ كم استهلك؟ لحظة كونكريت يبالي حق الانتاج، ماي ايرن اور ستون بريك عندي 7 صح؟ بس ما يكفي كامل، حتى ما يكفي كامل، 4 بير بلوك، اوكي اي جت ات، الحين بديت افهم، كونكريت يبالي وايد لين يستوي. نشوف هالاستاك نسيت الشغالين ناس يعبون الفراغات، زين ممتاز سدينا احتياج الدخل. هسه مشكلة الكهرباء بعدين بحل الطف. يو خلاص ما منهم فايدة، هاي شلون نشتهلكم كهرباء؟ هاي كهرباء 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 كهرباء، هاي خلص كهرباء، بروح عندي أزمة كهرباء. شغالين هاي ولا ما عندهم فحم؟ متى هاللعبة واحد ينقصر فيها فحم؟ يدلعون ترى بعد فترة، والله يدلعون بعد فترة يدلعون. زين بارد دماره، مو مشكلة يستاهل انه بفهم نبغى فحم. في حد من دار دار مهني اهم شيء، دار ما في فحم خلاص ودع. بعد وقفوا هاي خلاص، كلها اساس نوصل للكونكريت على فكره، قضى المشاوير في الدرب لو يوم الواحد يلعب بروحه بعد. يو خلاص جيج، نبقى هذا نبقى هذا زين بعدين ينتج.
هذيل الدين في حياتي. كهربا منتهي عندي من الآخر. زين عندنا نووي نحن. وعندنا بيبوت. والنووي راح يشتغل. خلاص. كل شيء متوفر. مشبوك في الشبكة هذا هو. إذا مش عايز منكم من هني. نوصل عن طريق هذا بعد في نفس الوقت. مو مشكلة. 4 محطات نووية وايد ترى. ما أعرف إذا إنتاج اليورانيوم ولا يكفي. لا أتصور يكفي. اليورانيوم شغلة طويلة. يعيش. ايش اخباركم فريد؟ بس ترى هذا المطلوب نسوي لكم فريد. بس بس وايد يبغى له ترى الكونكريت على فكرة. ها يا الله وين صار؟ الحين شوي شوي لازم نحول الانتاج. خلاص لازم نحول الانتاج لان اللي عندنا داخل بيفضل المكان. اوكي اللي راح يفضل اللي داخل. هاي استهلاكنا عالي جدا وايد عالي. خاصة انا لو منتج موقف عندي فوق 12,000 شو اسمه لوجستيك. نشوف شو اخباره هنا. قام يتجمع. هي قام يتجمع. حلو عندنا كل الانواع الحين تقريبا. باقي لنا الاحمر بس. الاحمر بعد يبغى له انسرتر عادي. الاحمر خلني احطه تحت. أهم شيء هالصندوق لأن هالصندوق هو اللي يقرر كل شيء. ممكنهم بيصنعون من ورا هالصندوق. انسيرتر بليت وجير بس يبا. ما شاء الله سيدي يا أبو. هذا انسيرتر بليت وجير. حطوا الأخير. أنا بتوكل يلا. بس الله يحفظه. هذا بعد بنحفظه. هذا نسميه رد. يا أهل التسيف. اكلهم. هاي انسرترز شوفوا كله باي هو باي ذا سيلو. هذا الاسفر اللي يقدح عليهم كلهم. بس بسرت وقت قبل لان يعبون ترى بس مش اكثر ولا اخر. لا انه يطول 0.5 ما يطول. هاي شو اللي ينقصهم؟ ايرون جير. انترستنج. أنا كنت مسوي مصنع ايرون جير. نفس المصنع بسوي ايرون جير. صبر. ها اساسا متعدد الاستعمالات. اي شيء بسيط مو
ممكن يصير فيه ترى مش خبيه على فكرة. هذا هني هذا هني يبالك كل اللي يبالك تعلم شو بديت بريت 500 لحظة يابا على طول شو اسمه ستيل بس عادي ترى اذا نقص ستيل مكان ثاني ليش انه هني مش قضية نحن هدفنا هنا الجير الجير مو مشكلة خلي يستوي لين ينقع ما عندي اي مشاكل معه بس ها ستاندر حلو الجير يعني شوفوا ولا بالاحرى مكان حلو حق جير كهرباء الكهرباء من على مصانعي المفروض ما يخلصن والله المفروض ما يخلصن بس ما اعرف سالفتهم بس الحلقة مش عنه بحل المشكلة عقب بخبركم شو حليت تمام مو مشكلة ما قاعد ادور لكم في الحلقة هنا الجير هنا كل شيء قاعد يستوي الحين انتاج سريع كل شيء سريع كل شيء 100% ليش استعمل الاصفر؟ لا ما يباله شل بس يقدر يشل لين ثاني حتى لو استوى ماشي مشاكل بس يبون وايد امورهم اصلا مش شوية هذي الهم هاي المهم بالنسبة للانسيرترز الاذرعة والصناديق ان شاء الله بالتاجم والروبوتات اشوفكم في حلقات جاية ان شاء الله بسوي شغلات ثانية بس هذا الكونسبت الرئيسي اشوفكم ان شاء الله في حلقة ثانية على خير.